الكابتن سمير عثمان والحديث عن الحالات التحكيمية وأيضا مستوى الحكام في أول جولة أو في الثلاث مباريات اللي لعبت حتى الآن. كابتن سمير بصبح على حضرتك ومصحينك بدري، أو حضرتك كالعادة يعني على طول من الناس النشيطة اللي بتصحى بدري. صباح الخير يا كابتن محمد، وطبعا لحضرتك وكل الساده المشاهدين. وحضرتك فاتح الموضوع بدري بدري، احنا بقى لنا بس 24 ساعه في عمر الدوري، وربنا ييسر الامور ان شاء الله. ان شاء الله. هما نقطتين لفتوا انتباهي الحقيقه في او ثلاث نقاط سريعا هتداولهم مع حضرتك، بعضهم اداري وبعضهم فني والبعض الاخر لازم احنا كمان نتوقف معاه، وهو الجانب الاخلاقي بقى في لعبه كره القدم او الفير بلاي زي ما الفيفا بيقول، وهو سلامه اللاعبين. امبارح مجموعه قويه جدا من الالتحامات، والحكم ان هو يتراخى في اصدار البطاقات سواء الصفراء او الحمراء خلى اللعيبه بمعنى صح داخله عماله في بعض كده بطريقه قويه جدا. وحضرتك كنت معايا في هذه المباراه، تدخل عاصم صلاح تحديدا في الدقائق الاخيره وتدخل احمد توفيق كان واجب طرد كلا اللاعبين، وان لم يكن على الاقل انذار احمد توفيق او طرد عاصم صلاح. بص انا اتفق مع حضرتك، وخاصه امبارح كان في حكم دولي محمود ناجي من الحكام اللي انا اعتقد هيبقى ليهم مستقبل كويس باذن الله في التحكيم، لكن واضح ان عنده تعليمات. هل الحكام فاهمه التعليمات دي؟ مش بوضوح يعني. اما انا يعني سمعنا وشفنا في الوسائل الاعلاميه ان كلاسنبرج بيقول للحكام اسمحوا بالتلاحم. مفيش حاجه اسمها اسمحوا بالتلاحم على فكره، انت عندك في قانون كره القدم انت بتطبقه. ايه هو التلاحم العادي؟ اما يبقى في منافسه على الكره، احنا اثنين على الكره بنخش على الكره جامد، انما مفيش تلاحم بقدم على قدم ويقول اسمح بالتلاحم. يعني امبارح احنا عندنا كورتين ثلاثه ممكن لعيبه رجلهم يبقى فيها اصابات كبيره ممكن توصل لا قدر الله للكسر. فكون ان المعلومه لو دي وصل للحكام بطريقه خاطئه يبقى لازم بسرعه نتدارج النقطه دي. انا وحضرتك امبارح كنا في الاستوديو شفنا العاب غريبه، ودي مش طبيعه محمود على فكره. يعني محمود من الحكام الفنيين اللي عندهم برضو يعني مهاره الى حد ما في التحكيم كويسه، بس امبارح مش هو. يعني واضح ان في تعليمات بتقول له اسمع بالالتحامات. يا جماعه دي مش التحامات، التحامات القويه اللي هي بتبقى بين لعيب ولعيب، والكوره بتبقى هي التارجت بتاعك انت عاوز توصل لها. انما ما ينفعش رجل على رجل داخل بقصبة رجله بالستادز رجله ويقول ده التحامات. لا ده قانون كده، انت بتكسر القانون. اتمنى ما يكونش كلاتنبرج قال كده. اتمنى ان يكون الحكام مش واضحه لسه بالنسبه لهم، بس بدايه من النهارده الماتشات مش هيبقى فيها هزار خلاص. وفي فرق كمان يا كابتن سمير قبل بس ما ندخل في مباراه النهارده، في فرق بين ان انا اقول مش عايز صفاره كتير عشان متعه كره القدم، وفي فرق ان لعبه تستحق بطاقه حمراء او صفراء، ده لا خلاف عليها. برافو عليك. يعني حته معلش انا نسيت الكلمه اللي حضرتك كنت قلتها، يعني ما تصفرش كتير، بس لما يبقى فيه فاول مستحق القانون امر تصفر عشان ده قانون. طيب تاني النقاط سريعا يا كابتن، قصه التقييم، الحكم اللي هيرجع للفار هل ده تقييمه هيقل وهل ده يقلل من نزاهه الحكم؟ انا عادي ممكن ما اكونش شفت اللعبه بطريقه واضحه، فده اللي حصل كمان امبارح، عدم رجوع الحكم للفار الحقيقه، وده غير النقطه اللي حضرتك اشرت ليها في الهدف الاوفسايد اللي في الاول وعدم وضوح الخطوط لينا كمشاهدين، دي امور كمان كانت علامات استفهام في مباراه امس. حاجات مستفزه. يعني انا هقول لك حاجه، امبارح يا كابتن محمد يعني ايه الحكم؟ هو الفار ده معمول ليه؟ مش عشان يساعد الحكم بالظبط، ولا عشان تقيم الحكم؟ عشان نفهم بس، هو اسمه اسيستنت ريفري يعني مساعد للحكم. بالظبط، ما جابش سيره حته تقييم الحكم. يعني انا لما يبقى عندي مثلا ركله جزاء او تسلل انا مش شفته وحكم الفار ممكن يساعدني وانا شاك، ما اروحش بقى عشان هيقلل درجات؟ هل ده كلام؟ وهل ده لو كلام بيتعمل في البطولات العالميه ده شيء خلاص انت بتتكلم على اعلى مستوى في التحكيم، وغير اما تلعب في بطوله محليه ولسه احنا لسه بعنا بالفار لسه قريب، وحكام الفار لسه اللي قاعدين اصلا على الفار يا محمد ما حكموش اصلا لسه دوري ممتاز. دي نقطه مهمه برضه. يعني امبارح مثلا هيبقوا ان شاء الله بكره حكام كويسين وكل حاجه، انما انت قاعد على الفار انا كسمير انا لسه ما اعرفهمش، هم شباب صغير وباذن الله يبقوا كويسين باذن الله يبقوا كويسين، بس ما لعبوش دوري ممتاز. يعني ايه الجراءه بتاعتك بقى انت دي اما تنادي حكم دولي جوه في الملعب؟ تمام، تقول له تعالى انت ركله الجزاء بتاعتك ايه؟ غلط. انت فاهمني يا احمد انا عاوز اقول لك ايه؟ يعني امبارح محمود ناجي ده حكم دولي. الحكم اللي قاعد بره درجه اولى لسه ما لعبش دوري ممتاز، ما لعبش ماتشين ثلاثه. فلازم حتى اللي بيقعد على الفار يبقى لازم على نفس مستوى الحكم اللي جوه في الملعب او اقوى منه.
وطبعا الفقره عشان ابقى مقنع مناديك، مناديك بصلح لك قرار، انما يجي يقول لك الحكم اللي الفار رجعه بغلط انزل تقييم، لا الكلام ده ما يتعملش دلوقتي خالص. بالزبط. ما يتعملش خالص دلوقتي في مصر، قدامنا سنتين ثلاثه عبال ما نوصل للنقطه دي. هو التطوير انك تصدر قرار يا محمد، ولا اعلم الناس، اعلم الحكام واعلم اللعيبه واحنا نتعلم كل حاجه، ده التطوير. انما تطوير اعمل ارهاب للحكم، لو الفار ناداك انا اقصد درجاتك، طب يا عم امبارح ايه مبروك في نقطتين ضاعوا على فرقه، ايه ده؟ هو عشان ما نبقاش كمان بنعيد الكلام يا كابتن، كلام حضرتك طبعا انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بون تايم سبورتس عن عدم صحه ركله الجزاء، وده اكيد بيخلينا مستائين لان هي مجهودات فريق زي ما حضرتك تفضلت ووضحت. يعني اخر النقاط اللي ايضا هناقشها مع حضرتك هي نقطه اداريه بحته، يعني لما يكون الحكم الدولي محمود معروف لسه راجع من الجزائر وعنده مباراه في اسوان، كان ممكن على الاقل يعني تبديل وتوافيق كده ما بين الحكام، يحكم هو مباراه في القاهره، يحكم مباراه في ثاني يوم، في ثالث يوم الدوري موجود الاسبوع الاول، عايز تحط اسم حكم زي محمود معروف في الجدول حطه، بس ما تجيبوش من الدار للنار. يعني الراجل لسه جاي من الجزائر ويا ريت المباراه في القاهره، لا انت مسفره كمان اسوان، فاعتقد بتبقى امور صعبه كمان اداريه بسيطه جدا ممكن يعني تخفف علينا حتى ان احنا نبقى طالعين ما عندناش حاله الاستغراب دي بصراحه. بص يا كابتن محمد، المعلومه دي انا عرفتها واتاكدت منها طبعا، ان معروف كان لسه راجع من الجزائر، بس النقطه اللي يعني تضيف برضو ان الحكام دول اتبلغوا قبل المباراه ب 24 ساعه، وانت رايح اصلا اسوان، انت مش رايح مثلا اسكندريه. واللي انا عرفته برضو وده اللي انا متاكد منه انهم راحوا على حسابه. راحوا على حسابه، اسوان لما تروح على حسابك بالطياره دي انت بتتكلم اقل تذكره بحوالي 3000 جنيه، مش هتكلم بقى على المستحقات بتاعت السنه اللي فاتت. بص عشان الموضوع ده يبقى واضح بس يا محمد، طبعا احنا لو عاوزين تحكيم جيد وعداله جيده لازم يبقى في عداله للحكام. بالتأكيد. احنا بنعلق بنشوف اخطاء الحكام وبنقولها، بس ادي الحكم ده يعني مستحقاته، بس انا مش بقول لك عقده، لا ده في حاجه هو لعبها سنين اللي فاتت وانت في دوري ابتدى. وبالمناسبه يا كابتن انا بشوف ان وبشوف ان الفقره المخصصه لحضرتك والكابتن شناوي ما هي الا فقره تعليميه للساده الجماهير، ولينا احنا كمان كاعلاميين قاعدين بنتعلم من حضراتكم، وكمان الحكام اللي اخطا يبقى عارف خطاه فين، واحنا مش هدفنا الانتقاد، بالعكس احنا هدفنا الاصلاح خالص، ويا رب الحكام ينجحوا يا محمد والله العظيم. يعني احنا في الاستوديو احنا بنبقى معاك بندور على الحاجه الحلوه بس عشان نطلعها، انما لما بتبقى في حاجه صعبه لازم تقولها للجمهور. بالطبع. انما في النهايه كل الدعم تحكيم مصر كله وكلنا وراه لغايه ابعد درجه عشان ننجح بس المسابقه، عشان الكلام اللي انا بقوله ده مش بيبقى على فكره المشاهد لما بيشوفه مش بيبقى مبسوط منه، ليه؟ يقول لي وانا مالي؟ لا بالعكس والله، الجماهير دلوقتي بتحب كمان جدا الفقره دي ومستنيه النزاهه الحقيقه التحكيميه في كل الفرق، مش على ما بنقفش على لون واحد او فريق واحد، ولكن بالعكس احنا بنعمم اهو، بنتكلم في انديه حتى ملهاش قاعده جماهيريه زي البنك الاهلي في ثالث مشاركاته او فاركو في ثاني مشاركاته، ولكن احنا على بعد واحد من جميع الفرق. الحقيقه بشكر حضرتك يا كابتن سمير على مجهوداتك سواء في الاستوديوهات التحليليه او في هذه الفقره كمان، وبصبح على حضرتك.